السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة المصرية دائما تتخذ الخطوات الاستباقية لمواجهة الأزمات قبل حدوثها. وعلى سبيل المثال حتى عام 2014 كانت الطاقة الاستيعابية للقمح لا تتجاوز 1.5 مليون طن، وحينما أطلق الرئيس السيسي المشروع القومي للصوامع تضاعفت الطاقة الاستيعابية وزيادة السعة التخزينية، وأصبح لدينا قدرات عالية في هذا الاتجاه. جهزة كعزة يا أزمة برحتك وانشري بركاتك. إيش معنى؟ الدولة مراقباكي وعرف حركاتك. عايزة أكبر العشة يا أختي شوية. إيش معنى؟ عندي مشكلة في الطاقة الاستيعابية. يا وزير الزراعة أنا عشتي خالية. إيش معنى؟ اعتبرني أزمة، ده أنا قدراتي عالية. عندي طلبات ديوك وممكن أقبل. إيش معنى؟ زي الوزارة هخزنهم للمستقبل.